أهلاً وسهلاً في قزية الثانية من المحاضرة الستاشر Welcome to part 2 of lecture 16 Now we want to talk about the graphical user interface model used in Java because it uses design patterns uh, very much We like look at how Java builds a graphical user interface because design patterns are used a lot in this user interface الجافا عندها مكتبتين لبناء user interface components AWT القديمة وسوينج الجديدة <applause> وفي حاجات أحدث من كده مش هنتكلم عنها جافا has two libraries for building graphical user interface, the old version AWT, the newer version is swing and there are even more recent stuff swing components دايماً بيبدأ بحرف جي ممكن تتخيل كده يعني كمثال بسيط لجرافيكال يوزر انترفيس السيمبل جرافيكال يوزر انترفيس كونسيستس اوف ويندو بنسميها فريم جوه الويندو دي ممكن يوجد عده بانلز او اجزاء من الويندو وجوه كل بانل قد يوجد كومبوننت او اكتر مترتبين بحاجه اسمها لي اوت مانجر وفي classes اسموه من action listeners مهمتهم ان يشوفوا ايه الحاجات اللي بتحصل على graphical user interface عشان يترجموها الى action You can think of a graphical user interface uh, a simple version uh, consisting of a window uh, or a frame This frame has some panels inside and these panels has actual components or buttons and uh, radio buttons and text fields etc They are organized according to what we call a layout manager, and when events happen on these uh, components, there is a class called action listener waiting to uh, know what happened to uh, perform some function. This model is called event-driven programming. In some one event-driven programming. Highsuk kontrol ma osh a tabo sequential. لكن الكنترول موزع على اجزاء اليوزر انترفيس كل ما يحصل شيء على اليوزر انترفيس بيبدا اكشن معين في الحدوث فنقدر نتخيل الكلام ده في صوره ويندو بسميها فريم او جي فريم جواها اجزاء ممكن بانل uh, او اكتر بانيل دي زي يعني uh, وعاء بيحتوي uh, بعض اليوزر انترفيس ايتمز جوه الوعاء ده بقى في باتونز في حاجات تانيه uh, هذه الباتونز هناك ما يطلق عليه اكشن لسنر كلاسز منتظرا ان يحصل حاجه الباتون ده ينداس مثلا عشان ياخد اكشن معين و Components بتترتب بشكل بسميه لاي اوت بيقوم بيه كلاس برده دوره هذا الترتيب اسمه لاي اوت مانجر وده بيوريني كلاس هيراركي بتاع الباكج اللي هي الـ AWT اللي هي الباكج القديمه اللي مبني عليها برضو على بعض اجزائها سوينج فبجد ان عندي انواع من الكومبوننس المختلفه في عندي ليبل في عندي باتون الى اخره وفي نوع من الكومبوننس بسميه كونتينر هذا الكونتينر اللي ابن من ابنائه اسمه ويندو وابن الويندو ده اسمه فريم اللي هو يمثل يعني ايه ويندو الرئيسيه الابلكيشن بتاعي وايضا في نوع اخر اسمه بانيل اللي هي زي ممكن تبقى جزء من الفريم او جزء من الويندو كويس بعد كده نفس الكلام موجود في سوينج اللي هي مبنيه على اي دبليو تي في بعض ذا ففي حاجه اسمها جي كومبوننتس الحاجات دي اخف شويه وليها ممكن تاخد اللو كان فيل بتاع الكرنت بلاتفورم يعني سوينج كومبوننتس لو انت شغال على ابل يبقى شكلهم زي الويندوز بتاعت الابل والباتونز بتاعت الابل لو انت شغال على مايكروسوفت ويندوز يطلع شكلهم زي الويندوز وهكذا ففي انواع من الكومبوننتس كومبو بوكس آه, ليست الى اخره كل الحاجات دي all these are different types of components وايضا آه, في انواع من الباتونز المختلفه والمنيو ايتمز كل دي برضو انواع مختلفه من الكومبوننتس وخلافا للكومبوننتس هناك آه AWT window اللي هو child AWT container طالع منه فريم وطالع من فريم ده جي فريم بقى وطالع جي دايلوج بوكس لو عايز دايلوج بوكس uh, معين وطالع uh, ايضا جي uh, ويندو الى اخره طيب لو انا عايز اكريت كومبوننت بعمل ايه بقول له والله يعمل لي جي باتون هسميه بي طبعا ب اسم سيء وبعد كده اقول له نيو جي باتون له مثلا الليبل اللي هيظهر على الباتون وبعد كده لو انا عايز اعمل بانل أه بكريت مثلا بانل بالشكل ده اقول له جي بانل يعمل لي بانل جديده ادي اسم البانل وبعد كده ممكن اضع هذا الباتون في داخل البانل بالفانكشن اسمها اد طبعا كل الفانكشنز بتاعه جي باتون جي بانل الى اخره ممكن تلاقيها في الجافا دوكيومنتيشن This is a class hierarchy of different uh, J components of Swing library. and uh, they all start with J and this is an example where we create a button new button we we'll give it a name should give it a good name we we'll give it a label to put on top of the button then we created a panel and then we added the uh, button to the panel وانا برتب الحاجات جوه ال panel بتاعي ممكن استخدم layout uh, manager الديفولت اعتقد اللي هو Flow layout manager. لو أنا عايز أختار Layout manager معين، if I want to choose a specific Layout manager، when I create the panel، I say new panel and then I uh, create a new object of the required Layout manager. For example، in this case، he creates Border Layout manager. A border Layout manager.

في عندي جريد لاي اوت مانجر بقول له عايز جريد مثلا 3 ب 3 عشان هعمل لعبه سيجا فاي ونت جريد اوف كومبوننتس 3 باي 3 فور اكزامبل then this is what I do I create a grid of the desired dimensions and then I place things in a specific cell بقول له حط في الخانة رقم 0 0 حط في الخانة رقم 1 1 وهكذا a layout managers دي ممكن أيضا أستخدمها على حاجة بسميها pins على الفريم نفسه بس الفريم جواه حاجه غير ظاهره اسمها بين فبقول له والله اديني اوبجكت من نوع كونتينر هسميه كونتنت بين واجيب البين بتاعت الجيت كونتنت بين بتاعت الفريم زي ما تقول كده البطانه او الفرشه بتاعت الفريم واقول له رتب الحاجات اللي في الفريم ده باستخدام اللاي اوت مانجر فخلينا فاكر بس عشان ما ننساش انا قلت لك الويندو اسمها فريم ممكن تستخدم لي اوت مانجر لترتيب البانلز والحاجات اللي جوه الفريم ممكن تحط كونتينرز اوف buttons على الفريم نفسه او ممكن تقسم الفريم الى بانلز وتحط الحاجات جوه البانلز يبقى سواء على الفريم ممكن ترتب الحاجات بلاي اوت مانجر او جوه البانل المحدده ممكن ترتب الحاجات برضو باللي اوت مانجر يو كان اورجانيز ثينجز ان ذا فريم اتسيلف يوزنج لي اوت مانجر اور ان ذا بانلز ذات ار انكلودد ان ذا فريم ويز لي ده مثال على استخدام جريد لي اوت لو انا عايز ارتب الحاجات في شكل شبكي فممكن اعمل مثلا جريد لاي اوت اوبجكت بسميه هنا اكسبيرمنت لاي اوت وبسميه نيو جريد لاي اوت في زيرو من الصفوف واتنين من الاعمده زيرو من الصفوف يعني اي عدد من الصفوف طبعا ممكن تقول له ثلاث صفوف وعمودين يبقى كده هياخد سته كومبوننتس لكن لو قلت له زيرو واثنين يبقى اي عدد من الصفوف برضو ممكن اي عدد من الاعمده يبقى زيرو بس ما ينفعش اتنين يبقوا زيرو so you can specify 3 by 2 which are 6 elements 3 rows 2 columns or 0 by 2 which means any number of rows but only 2 columns وبعد كده لما تيجي مثلا تعمل framework بتاعك او تعمل البانل بتاعتك بتقول له set layout what اسم layout manager that you're you give it the layout manager uh, to the to the panel or JFrame you want to organize so that uh, it organizes things in a specific way so now when you add a new item for example this is a new button this button is added at cell 0 uh, and 0 the first cell up here لما تقول له زود item جديد اول خليه زود item تاني في تاني خليه The next item is added is the next cell which is uh, add button 2 then the third item is added here the fourth item is added here و هالومة جارة و الخلايا حجمها متساوي وهو بيكبر الكموننت اللي انت حاططها بحيث انها تشغل حجم الخلية each component is expanded to, to occupy the entire cell and all components are the, of the same uh, size. احنا كده وصلنا لنهايه الجزء الثاني المحاضره 16 خليني افكرك ان ال الجرافيكال يوزر انترفيس ابلكيشن عندي بيتكون من فريم الفريم ده قد يكون فيه كومبوننتس مباشره عليه او قد تكون مرتبه جوه بانلز جوه الفريم او جوه البانل في عده كومبوننتس مختلفين components دي بيحصل اكشن واحد بيكتب تكست في التكست فيلد واحد بيختار من تشيك بيدوس على التشيك بوكس واحد بيختار الـ button بيدوس عليه ففي حاجة اسمها action listener مهمته يتابع اللي بيحصل عشان ياخد action بناء على ذلك و components دي اقدر ارتبها بمزاجي بحاجة اسمها layout manager so just a reminder of what we studied a windows in Java terms is called a frame and this frame might have components or panels that include components a component has associated with it In order to do something useful, a so-called listener. A listener is a class whose job is to perform action when this component is dealt with or pressed or checked. A layout manager is in charge of organizing items on the panel or on the frame. Shukran. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ wa rahmatullah.